تلخص حدة الإبصار في فحص النظر للأطفال Visual Acuity. عمر الطفل بيحدد للفاحص يختار الاختبار المناسب، فكل ما كان الطفل سنه صغير كل ما كان الاختبار بيعتمد على ملاحظة ومشاهدة عين الطفل، وكل ما كان الطفل أكبر في السن وعنده درجة تعاون وتواصل أكبر كلما كان الاختبار بيعتمد على رؤية صور أو علامات وسؤال الطفل عن العلامة دي أو الصورة شايفها ويقول اسمها أو يقول اتجاه العلامة. فمثلا الأطفال من 6 شهور إلى مثلا سنة أو سنة ونص ممكن استخدام معاهم اختبار الأوبتوكنيتك درامب، وده ممكن تراجع شرحه بالكامل في الحلقة الثالثة من سلسلة فحص النظر للأطفال. الأطفال الأكبر من السنة إلى سنتين مثلا نقدر تستخدم معاهم اختبار زي التيرول كارد أو بطاقات تيلور أو اختبارات أخرى ممكن تراجعها في الحلقة الرابعة من سلسلة فحص النظر للأطفال. وكل ما كان الطفل أكبر في السن وأصبح فيه درجة تواصل أو تعاون أو يقدر يتكلم يقدر يشاور أو بإيده على الاتجاهات أو يقدر يختار صورة معينة في الاختبار، فأنت ممكن تراجع جميع الاختبارات أو لوحات الاختبار الأطفال في الحلقة الرابعة من سلسلة فحص النظر باللغة العربية. في حالة عدم التأكد أو عدم وصول الـ VE بلوح الاختبار بننتقل للمرحلة الثانية، وخصوصا في الأطفال زي 6 شهور فيما أكثر اللي هي الـ Follow and Fixate، بمعنى إن احنا بيبقى عندنا هدف أو زي لعبة، وليكن لعبة زي كده الفاحص بيمسكها في ايده وبيحاول يوجه انتباه الطفل للعبة. في أثناء التوجيه دوت بيبدأ يحرك اللعبة أو التارجت ويتفرج أو يلاحظ مشاهدة عين الطفل إذا هي بتتحرك في نفس اتجاهه ولا لا. في الفيديو اللي أمامنا هنلاحظ الفاحص بيعمل الفولو أند فيكسيت أمام الطفل عن طريق تارجت لعبة، بيحاول يتحرك يمين أو شمال وبيطلع ساعات فوق وكمان ينزل يعمل فيكسيت يخلي الطفل يرجع ينتبه مرة أخرى للعبة، ثم بينزل لتحت او يطلع اتجاه اليمين او اليسار عشان يراقب حركة العين وانتباه الطفل مع الحركة. اخر مرحلة اذا ما حصلش ان الطفل بيتفاعل او عينه بتتحرك مع الهدف البلينك تو لايت، اللي هي ان احنا نوجه مصدر ضوء قوي على عين الطفل ونلاحظ هل بيرمش. المفروض الرد فعل الطبيعي لما يحصل ضوء قوي على العين ان يحصل بلينك، يحصل رمش للعين. وكده يبقى دول الثلاث مراحل لحدة الابصار عند الطفل. الاطفال الرضع الذين لم يعمل معهم او تنجح معهم قياسات حدة الابصار يتم عمل اختبار يسمى VEB Visual Vocate Potential. هذا الاختبار يوفر معرفة مدى تقييم المسار العصبي البصري في الدماغ. مميزات الاختبار انه يتم بدون توسيع عين الطفل، وكما نشاهد انه بيتم تثبيت تشعيرات للعصب البصري وتغطية احد العينين للطفل وتشغيل شاشة او صور مختلفة امام الطفل، ويبدأ المسار العصبي البصري يتفاعل مع الصور ويبدأ الجهاز يسجل درجة التفاعل من الامام لغاية الخلف زي ما انتم شايفين، وبتطلع النتيجة زي رسم بياني يبين او يوضح مدى تقييم وظائف العصب البصري في الدماغ.